بلاي ستيشن جديد و HTC تتحدى أوكيولوس. أهلا بك في نشراتك. ونبدأ النشرة مع أهم خبر الأسبوع الماضي وحدثت بسببه ضجة كبيرة ونقاشات واسعة. سوني تعمل على جهاز بلاي ستيشن جديد. كل شيء تريد معرفته عن هذا الموضوع تجده في هذا التقرير. في 3 من ديسمبر عام 1994 أعلنت شركة سوني عن أول جهاز بلاي ستيشن، وبعدها بعام الجهاز يجتاح العالم ويصل إلى الولايات المتحدة ليبدأ عصر جديد في عالم ألعاب الفيديو، ويكون الجهاز مصدر فخر سوني. آخر جهاز كان بلاي ستيشن 4 أصدرته سوني في نوفمبر 2013. الآن الشائعات والتسريبات القوية تتحدث أن سوني بصدد الكشف عن جهاز بلاي ستيشن 4.5، وذلك خلال مؤتمر الإلكترونيات الترفيهي E3 في شهر يونيو القادم. بعد تسريب هذا الخبر التزمت شركة سوني الصمت ولم تنفي أنباء هذا الخبر القوي، ويقولون إن في الصمت كلاما، وبالتالي هذا يزيد من مصداقية التسريبات. الخبر الأقوى في كل التسريبات أن هذا الجهاز القادم سيدعم الألعاب بدقة 4K، أي أضعاف دقة Full HD وهي دقة ألعاب بلاي ستيشن 4 حاليا. التسريبات أيضا تتحدث عن تطوير قوة معالج الرسوميات في الجهاز 4.5 ليكون أقوى بمرتين من المعالج الرسومي في بلاي ستيشن 4 الحالي ليعمل بسرعة أكبر، كما أنه أصغر حجما. إطلاق الجهاز في الأسواق حسب التسريبات سيبدأ في الربع الأول من عام 2017، لكن لماذا تستعجل سوني إطلاق هذا الجهاز رغم أنها أطلقت بلاي ستيشن 4 قبل 3 سنوات فقط؟ الجواب على ما يبدو بسبب هذه النظارة بلاي ستيشن VR لعالم الواقع الافتراضي، والتي أعلنت عنها سوني مؤخرا. فقوة معالج الرسوميات الجديد ليس لدعم 4K فقط، بل لدعم أيضا نظارة بلاي ستيشن VR والتي تتطلب معالجا أقوى بالفعل. وفي هذا تسعى سوني لتوجيه ضربة لمنافسيها HTC 5 وأوكيولوس ريفت. كل هذا يعني أن على مطوري الألعاب تطوير ألعاب تستفيد من كافة إمكانيات الجهاز الجديد. المؤيدون والسعداء بهذه الأنباء يقولون إنها فرصة لخوض تجربة ألعاب بدقة 4K وهي القريبة من عين الإنسان، ما يعني أن التجربة ستكون مثيرة ولم يسبق لها مثيل، بالإضافة للاستفادة من نظارة بلاي ستيشن VR. في المقابل ارتفعت أصوات معارضة لهذا الجهاز، فكثير من اللاعبين يرون أن الجهاز يعني دفع مزيد من الأموال واستنزافا لهم، حتى أن المطورين خرج البعض عن صمته وأعرب عن غضبه من نوايا سوني، لأن هذا سيجبرهم على بذل مزيد من الوقت والجهد والمال لتطوير ألعابهم وبالتالي رفع أسعار الألعاب. ورغم ذلك اعترف بعض المطورين والمحللين أن الجهاز سيؤثر إيجابا على نظارة بلاي ستيشن VR وتوجيه لكمة قوية لـ HTC Vive وأوكيولوس ريفت. وأصل كل هذه الضجة أمام سوني تحدي كبير، لأن الجهاز يحتاج إلى وقود لتشغيله، وقود هذا الجهاز هو توفير ألعاب تستفيد من إمكانياته الضخمة. هل لديك الاستعداد لشراء هذا الجهاز أم أنها خطوة مستعجلة من سوني؟ ونبقى في عالم الترفيه. تحدثنا قبل حلقتين عن خوذة أوكيولوس ريفت للواقع الافتراضي، وتجد رابط التقرير أسفل الفيديو. اليوم نتحدث عن الخوذة المنافسة HTC Vive. تعرف HTC جيداً أن عالم الواقع الافتراضي هو مستقبل التكنولوجيا، وهذا ما يؤكده دوماً مارك زوكربيرغ مؤسس ورئيس شركة فيسبوك، الذي لم يبخل بمبلغ ملياري دولار لشراء شركة أوكيولوس ريفت. لهذا السبب لم تتأخر HTC في هذا المجال، وأطلقت خوذتها للواقع الافتراضي Vive VR، وهي ثاني خوذة واقع افتراضي للكمبيوتر تصل إلى السوق بعد خوذة أوكيولوس ريفت. HTC طورت هذه الخوذة بالتعاون مع شركة Valve، ويمكن القول إنها منافس قوي لخوذة أوكيولوس ريفت، كما سنرى في استعراضنا لمواصفات وتقنية الخوذة. الخوذة تأتي مع أيادي التحكم اللاسلكية فضلاً عن أجهزة استشعار الموقع. الشاشة بدقة 1080x1200 بكسل مقسمة إلى شاشتين، ويتم تخصيص كل شاشة للعين الواحدة، وهي تدعم أيضاً معدل تردد يبلغ 90 هرتز، وبالتالي ضمان ارتفاع معدل الإطارات بما فيه الكفاية لمنع دوار الحركة وتوفير تجربة سلسة عموماً. كما أنها تتيح زاوية مشاهدة تبلغ 110 درجات، وإلى جانب ذلك فهي قادرة على تتبع منطقة بمساحة 15 في 15 قدم، وتضم سماعات وميكروفون مدمج، كما أنها تضم مجموعة من المستشعرات بما في ذلك مستشعر التسارع والجيروسكوب وأجهزة استشعار الموقع بالليزر. ويمكن أيضاً ربط هذه الخوذة مع الكمبيوتر عن طريق منفذ HDMI أو USB 2 أو USB 3، وبالمقارنة
مع نسخة المطورين، فقد تم تحسين جانب السطوع والتباين والتعرض في شاشة نسخة المستهلكين من خوذة Vive VR بفضل العدسات المحسنة. التصميم يشبه إلى حد ما خوذة Oculus Rift، ويتم وضع كبلات الكمبيوتر في الجزء الخلفي من الخوذة لتفادي الإزعاج أثناء الاستخدام. سعر الخوذة $800، ورغم أنها أغلى ب$200 من سعر Oculus Rift، لكن يجب التنويه أنها تأتي مع أيد التحكم اللاسلكية ووحدتين لاستشعار الحركة وكاميرا إضافية في الواجهة الأمامية، مما يتيح لك معرفة ما هو أمامك دون الحاجة إلى نزع الخوذة أولاً. تأتي Vive VR بشكل مسبق مع لعبتين للواقع الافتراضي، وهما Fantastic Contraption وجوب Simulator The 2050 Archives. وقد قامت HC كذلك بتضمين أداة حصرية من شركة جوجل للرسم ثلاثي الأبعاد تدعى Tilt Brush. وطبعا الخوذة بحاجة لكمبيوتر بمواصفات مرتفعة لتعمل دون مشاكل، قد يكلفك بما يصل إلى $1,500. شركة HTC بدأت فعلا منذ 5 أبريل بشحن خوذة HTC Vive VR للعملاء الذين طلبوها بشكل مسبق، ومن المنتظر طرحها لاحقا بالأسواق في صيف 2016. انتظر من رقمي تقريرا يقارن بين HTC Vive و Oculus Rift ليكون لديك صورة كاملة عن هذا المجال. والآن سؤال الأسبوع. في الحلقة السابقة تحدثنا عن النتائج المالية للشركات، وانخفضت أرباح أبل لأول مرة منذ 13 عام. سألناكم ماذا تحتاج أبل لترفع الأرباح مرة أخرى؟ لنشاهد آراءكم. رغم أن شركة أبل لا زالت هي الأكثر تحقيقاً للأرباح، لكن ربح هذا العام انخفض لأول مرة منذ 13 عاماً، وانقسمت آراء متابعي رقمي حول أسباب هذا الانخفاض. هناك من يقول إن ظهور شركات صينية تقوم بإنتاج هواتف جيدة وبأسعار رخيصة مقارنة مع أسعار أبل المرتفعة، ويستندون بذلك أن الانخفاض الأكبر جاء من السوق الصينية. ويعتقد آخرون أن أبل مبالغة نوعاً ما في الانغلاق على أجهزتها، بالإضافة لعدم الانتقال بقوة من مواصفات جهاز لآخر، وهناك من يرى أن هذه الأسباب كلها اجتمعت مع بعضها. وهناك من يقول إن هذا الانخفاض شيء طبيعي ولا يؤثر على شيء بالسلب، لأن الأرباح عملية نسبية تختلف من سنة إلى أخرى، وأن السنة الماضية كانت الأرباح فيها استثنائية لا تحدث كل عام. شكرا لكل من شاركنا، وانتظروا سؤال الأسبوع كل ثلاثاء على صفحاتنا. والآن سريعا مع أهم أخبار الأسبوع. مايكروسوفت تنوي إطلاق نسخة جديدة كلياً من برنامج الرسام الذي يعد أحد أقدم البرامج المدمجة مع الويندوز، ولنا ذكريات جميلة معه في وقت الفراغ. إحصائية تفيد بأن سامسونج تتقدم على أبل مرة أخرى في سوق الهواتف الذكية في أمريكا، حيث تسيطر سامسونج على 28.8% من السوق مقابل 23% لأبل. شركة سوني تعلن عن افتتاح أول فروعها في السعودية لعرض أحدث المنتجات والتقنيات لديها. ومع سوني حيث حدد شهر يوليو القادم لإطلاق الهاتف إكسبيريا إكس بيرفورمانس بسعر قد يصل إلى $800 في أوروبا. شاهد تقرير رقمي عن هذا الهاتف. شركة أبل تقول بأن الجيل المقبل من آيفون سيأتي مع مجموعة من المميزات الجديدة التي لن نكون قادرين على العيش من دونها، هكذا تقول أبل. شائعات جديدة تفيد بأن شركة HTC قررت أخيراً الكشف عن جهاز قابل للارتداء الشهر المقبل، والأنظار تتجه إلى ساعة ذكية. وشائعات جديدة تقول إن الهاتف Galaxy Note 6 سيأتي مع منفذ من نوع USB-C، بالإضافة إلى نظارة جير جديدة للواقع الافتراضي. جوجل تعلن عن براءة اختراع لجهاز إلكتروني دقيق يتم حقنه في العين مباشرة من أجل تصحيح البصر. شركة LG تعلن أنها عملت على تطوير مستشعر جديد لبصمات الأصابع يمكن إخفائه تحت اللوحة الزجاجية الأمامية للهاتف. يوتيوب يختبر تصميم الماتيريال على نسخة متصفح الويب وهو التصميم المسطح. تقارير جديدة تتحدث أن هاتفاً قابلاً للطي قد يصل من شركة سامسونج في العام 2017. تقرير يفيد أن كل من هواوي وشاومي مهتمتان بالكشف عن هواتف ذكية منحنية الشاشة في وقت لاحق من هذا العام. مبيعات نظارة Oculus Rift ضئيلة حتى اللحظة، وفيسبوك تتوقع بارتفاعها مستقبلاً. شاهد تقرير رقمي عن هذه النظارة. ومع فيسبوك وأنباء عن نيتها إطلاق تطبيق تصوير وفيديو جديد والذي سينافس مباشرة تطبيقي سناب شات وبيريسكوب. إعلان لعبة Call of Duty الجديدة يواجه انتقاد عدد كبير من اللاعبين، ومطور باتل فيلد يصف تصميم الرسومات في اللعبة بأنه كأحد ألعاب 2010.
دبي تبدأ في تجربة مركبات ذاتية القيادة تتسع لعشرة أشخاص في إطار سياستها لجعل المدينة مدينة ذكية بتكنولوجيا عالية. ناسا بالتعاون مع مايكروسوفت تجلب بيانات مسبار الفضاء الحقيقية في المريخ لخلق بيئة ثلاثية الأبعاد مع نظارة هولولينس للواقع المعزز. مايكروسوفت تختبر مادة من الحمض النووي DNA بوزن أقل من 1 جرام من أجل تخزين كمية بيانات قد تصل إلى مليار تيرابايت. رسمياً باتل فيلد الجديدة قادمة في أكتوبر العام الجاري وستأخذك إلى أجواء الحرب العالمية الأولى. وأخيراً مع هذا الخبر، علماء يعملون عن طريق استخدام آلاف الخيوط الدقيقة جداً على إنتاج بطاريات تستمر مدى الحياة. لايك أسفل الفيديو وتابعنا على حساباتنا وانتظرنا كل أحد مع حلقة جديدة من نشرتك. وفي الختام نترككم مع فيديو نشرته وكالة ناسا لانفجار شمسي هائل سبب بقطع الاتصالات في عدة مناطق بالعالم. نلقاك الأحد القادم.